بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم ويا رب الجميع يكون بالف خير وسعاده. فيديو جديد عبر قناتكم قناه اسلام علوي على اليوتيوب او عبر صفحتكم صفحه اسلام علوي. الحقيقه يا جماعه انا طالع اتكلم في اكتر من نقطه والم لكم كذا موضوع بشكل سريع. القصه الاولانيه رساله سريعه كده عايز اقولها النهارده. اليوم الاخير في المهله اللي حددها هذا السامسون سامسون رفع شكوى في نادي الزمالك وعمل انذار في نادي الزمالك، والنهارده اللي هو الاثنين اخر معاد في المهله المحدده لسداد فلوس سامسون اكانيولا. طب في حاله لو الزمالك ما سدش، اللاعب ده هيحصل على عقده كامل وياخد مليون دولار. محدش استغرب العقد ولا الرقم، ولكن ده الرقم اللي بياخده سامسون في الموسم، مليون دولار. طيب اللاعب ده النهارده منتظر فلوس ايا كان المبلغ، يعني هو كده كده اعتقد يرضى باي حاجه، لان اصلا لو ساب الزمالك مش هياخد 6000 دولار حتى من اي نادي، ولا هيلاقي مكان يقويه. من افشل اللعيبه اللي جم في تاريخ الكره المصريه بالكامل، ولكن يعني انا حبيت انوه ان النهارده اخر يوم في المهله، والله اعلم حد هيتحرك ولا لا. الحاجه الثانيه اللي انا عايز اتكلم فيها، امبارح كان في بوست مثير للدهشه من الاستاذ احمد الطيب المعلق الشهير، وانا الحقيقه قبلها بيوم كان في كمان يعني زي حاله كده نزلها شيكابالا نجم نادي الزمالك وصوره كده مبتسم، فانا ما علقتش عليها، ولكن بجمله لاني لقيت ان القصه ماشيه في اطار غريب. الموضوع ماشي في اطار غريب وعجيب جدا. ايه الموضوع؟ لما النادي الاهلي خسر من فريق اتحاد العاصمه الجزائري بنتيجه 1-0 من ركله جزاء، على طول شيكابالا نزل صوره مبتسم جدا وسعيد جدا، الناس على طول فهمت ان هو سعيد بخساره نادي الاهلي. و الحقيقه يعني انا لما علقتش ولا حتى نزلت الصوره ديت ولا ذكرتها، لان حاجه ملهاش اي لازمه اساسا، يعني ده الوصف الدقيق ليها. مفترض ان انت تاني يوم على طول بعد الابتسامه الكبيره جدا دي تلاقي اداء، ولكن سبحان الله يعني تخسر من فريق اسمه ارتا سولار بتاع سولار بتاع جاز، وفريق غير مصنف، وخسر من مقاولين قبل كده 9، وخسر من يانج افريكانز 14، تخسر تاني يوم على طول لانك انت مركز على النادي الاهلي. ما علينا، ده كان الحوار الاولاني، وشيكابالا عمل كده وما شفناش اي رد فعل في الملعب. الموضوع التاني، الأستاذ أحمد الطيب منزل بوست غريب بيقول بالحرف كده الأهلي راجع، الأهلي راجع طويلة كده، لن يشغلنا خسارة الزمالك في ذهاب الكونفدرالية أمام بطل جيبوتي. بطل جيبوتي ده أجمد واحد في جيبوتي فعلا، لأنه سيفوز ويتأهل في مباراة العودة، وحتى لو خرج عادي، حتى لو خرج عادي جدا مش فارقة، نظرا لما يمر به الزمالك من ظروف اداريه وماليه طاحنه. عظيم جدا. ما يشغلنا الان، ايوه ايه اللي بيشغلنا بقى؟ هو خساره الاهلي. ما يشغلنا هو خساره الاهلي لبطوله السوبر وشكله الغير مطمئن. حلو، يعني شكل الزمالك اللي طمن، ما عندنا مشاكل طاحنه فمش مشكله. ماشي، للمرحله القادمه رغم ما تم صرفه. هنعلق على كل الكلام دلوقتي، مع الاستقرار المالي والاداري املنا كبير في عودة الأهلي، أملنا كبير في عودة مين؟ الأهلي، للتمسك المرحلة القادمة. أنت حضرتك طبعًا دي إسقاطة يعني، إن هو نتمنى بقى الأهلي يرجع والزمالك تقول هي والحاجات الجميلة دي. الحقيقة يا جماعة أنا هعلق واحدة واحدة كده ومع بعض، حتى لو الفيديو يعني طول سيكا، يعني تركزوا معايا. أنا كإسلام علوي حاسس بحاجة غريبة. حاسس إن مشجعين الكرة في مصر اتقسموا لنصين. نص اسمه مشجعين النادي الأهلي، ونص تاني اسمه كارهين النادي الأهلي. مشجعين النادي الاهلي وكارهين النادي الاهلي، ولكن مفيش حاجه تانية، مفيش مشجع الزمالك. انا بقول لك بمنتهى الصراحه، يعني على شكله مثلا انا واحد كل همي ان الزمالك يتحسن، ان انا بنقد في قرارات بتحصل، بنقد في تصرفات، في اداء فني، فغير مستحب ان انت تنقد الزمالك حتى لو كان فشل، لان زي ما الاستاذ احمد الطيب بيقول ده مش يشغلنا حتى لو خرجنا. ما يشغلنا هو اداء النادي الاهلي وخسارته قدام فريق اللي هو اتحاد العاصمه الجزائري، يعني ده اللي بيشغلنا. فاتقسمت لنصين، نص اهلاوي ونص كاره للنادي الاهلي. طب النص الزملكاوي فين؟ مش موجود. والغريب على قد ما انا بيجي لي رسائل كتير جدا من زملكاويه بتستهجن الكلام ده، وبرده معايا في نفس الموضوع، فئه منهم بتعلق وبترد وبتكلمني، وفي فئه منهم خلاص اعتزلت التشجيع، اقسم بالله اعتزلت التشجيع، قررت بعد الحاجات دي يقول لك خلاص المراره ما عادش فيها، اعتزلوا التشجيع تماما، تعبوا. اقسم بالله كتير جدا من جمهور الزمالك الحقيقي تعب، لان هو مش مدرك ان بقى في كده في الدنيا ناس. ويعني نبدأها بشيكابالا، فريقك طالع بموسم صفري تماما وما عملش اي حاجه في اي حاجه خالص، وادائكوا ضايع،
ومشاكل كتير جدا هنتكلم في قصه المشاكل الاداريه والاستقرار في النادي الاهلي اللي بيقول عليه الاستاذ احمد الطيب، ولكن بتكلم انك طالع بموسم صفري وطالع بتضحك، وطبعا انت بتدي بقى ده بترسخ نفس المبادئ دي عند جمهور الزمالك اللي هيعمل لك بقى قلوب على سعاده كبيره جدا. النادي الاهلي خسر البطوله السابعه في الموسم، البطوله رقم سبعه، وانت زلبطه. والناحيه الثانيه مفروض بقى تاني يوم بقى اخد اللقطه كامله واكسب بقى ارتا سولار دوت اللي هو على الله حكايته، الناس بتوع الجهاز دول اكسبهم رغم انه فريق تعبان، بس لو كسبته بقى اكمل بقى، يبقى انا على الاقل ليا شكل في التحفيل يعني لحد ما، ولكن اروح اخسر منهم 2-0. وتلاقي بعد كده كمان يا ريت بقى الناس بقى تسكت، كل واحد يختشي وما يتكلمش، لا تلاقي اللي طالع يجي يقول لك ما يهمناش حتى لو خرجنا، اهم حاجه ده مين؟ النادي الاهلي. القصه اللي الاستاذ احمد طيب بيتكلم فيها بيقول لك ان الاهلي بينعم بالاستقرار، فلوس تم ابنائه ايه المشكله؟ هو ما فيش حد بيحط ايده على مشاكل الزمالك. طب ما تقول يا استاذ احمد ايه مشاكل الزمالك، تتكلم عليها مشاكل اداريه ما تحددها، طب ما توضح للجمهور المشكله فين وساعد في حلولها، او ساعد ماديا، ما تساعد، ما انت الزمالك عارف ان هو عنده ازمه طحانه ماديه، طب ما بدل بقى ايه ان انا مركز على فشل النادي الاهلي اللي هو لا يعني باي شيء اصلا، وان انت اصلا مش منافس ليه حقيقي. واحد يجي يقول اسلام ده انت لابس تيشيرت الزمالك، طلع عشان انا زملكاوي بجد، انا زملكاوي بجد وعايز مصلحه الزمالك، وماشي يعنيني اصلا اي حاجه غير مصلحه الزمالك. البني ادم الزملكاوي الصح او اي بني ادم، اي بني ادم بينتمي لنادي يهمه مصلحه ناديه وينتقد اخطاء ناديه بدون الاسفاف، مش بنسف، هو الزمالك فعلا واقع ولا انا بهول؟ هو اللعيبه فعلا ما عندهاش 90% من مقاومات الكوره ولا انا بهول؟ هو لما احنا كنا بننتقد القرارات الاداريه طلعت فعلا زي ما انتوا بتكتبوا دلوقتي ان فعلا كانت الاداره واقعه، ولا انا كنت بهول؟ هو لما انا كنت بقول ان الاهلي منتعش ماديا بابنائه وبالمشاريع اللي بيعملها طلع صح، ولا احنا بنهول؟ طب ما ده واقع. طب الاهلي نجح ليه؟ انت ما تقول السبب، ايه سبب نجاحه؟ ابنائه حواليه بيدافعوا عنه، عنده جماهير في ظهره يهمها مصلحه الكيان. لو حتى كابتن سيد عبد الحفيظ افضل مدير كره جه في تاريخ مصر من وجهه نظري، مشي زعلوا شويه ولكن الدنيا ما قامتش ولا قعدت، وقفوا في ظهر المجلس ادارتهم وقالوا خلاص اللي المجلس عايزه يعمله عادي جدا. لما بيحصل قرارات غلط بينتقدوا رئيس مجلس ادارتهم، ما عندهمش اي مشكله ومجلس الاداره بيحترمهم، فدي العلاقه بين الجماهير. طب هل هم شغالين ببالهم بحد تاني؟ الاهلي لما خسر 2 دوري الجماهير عملت ايه؟ انتقدت مجلس الاداره رغم حصوله على افريقيا ووصوله كمان كوصيف في مره ووصوله لكاس العالم للانديه مش عاجبهم، طلبوا برحيل مجلس الاداره، ما عندهمش اي مشكله. طموحات متكرره وطموحات لا تتوقف. لكن هو دلوقتي فئه المشجعين اللي هي بتاع كارهين النادي الاهلي اللي هم عاملين نفسهم زملكاويه، او ده خلاص اصبح زملكاوي بقى كاره للنادي الاهلي، ولكن هو لا مش ما يهموش اي حاجه في النادي الزمالك، والله العظيم الزمالك لو قلب خرابه ما عندوش اي مشكله، هو بينتمي لنادي الزمالك مضمونا كده او ظاهريا من بره، ولكن هو لا يهمه الزمالك خسر ولا يهمه الزمالك يشيل ولا يخسر من كل فرق مصر، اهم حاجه عنده ان الاهلي يفشل. طب الاهلي لو فشل والزمالك فاشل هترتاح؟ اه نبقى فاشلين كده زي بعض. طب ما تحط حلول الكلام دوت للاستاذ احمد طيب، ما حضرتك اتبرعت بحاجه لنادي الزمالك؟ وقفت مع الزمالك في صفقه ولا دفعت حاجه لاتحاد اليد ولا الكلام ده كله؟ ولا هو كلام عشان اطلع اجيال كلها عايشه على نفس المنظور ده؟ حاجه حزينه جدا، ولو انا مش هعرف امشي ورا الاطار ده. عايزين نقدم حاجه، عايزين نطلع الناس تعرف يعني ايه كوره، دي مش كوره. دي مش كوره خالص، اي حاجه غير الكوره، والله العظيم ما كوره، دي عركه. السلام عليكم.